السلام عليكم حبايبي، كنتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير، وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو ديالي. نلقاكم ان شاء الله في احسن صحة واحسن الاحوال. واليوم ان شاء الله شفت لكم فيديو جديد وديما الجديد. الموضوع ديال اليوم بحكم دابا الحال بدا كيسخن والحرارة وداكشي، يعني البشرة ديالنا كتكون معرضة للشمس بزاف، يعني راكم عارفين يعني كتشد فيها الشمس بزاف، يعني وحنا ضروري خصنا نعتنيو بالبشره ديالنا، يعني بدي ماسك طبيعيين في المنزل والوصفات يكونوا يعني طبيعيين، نحاولوا نبعدوا من لي برودوي كيميك، يعني نستعملوا وصفات طبيعيين من الاحسن. وكما وعدتكم ديما واحد الماسك اليوم غنشاركوا معكم، واحد المقشر وفي نفس الوقت ماسك الوجه اللي هو المكونات ديالو يعني سهلين وبسيطين وموجودين في اي منزل. يعني المكون بعد الاول هو البودرة ديال الحليب ديال نيدو، والمكون الثاني هو الحليب. كما كتشوفوا هذه هي البودر ديال الحليب المجفف نيدو، الغني بزاف الفيتامينات، والمكون الثاني هو الحليب. اول حاجه كنديرو هي كناخذ الحليب ديالنا، ومن الاحسن يكون يعني بارد، يكون في الثلاجه، وكنبقاو نضيفو شويه بشويه حتى كتعطينا بحال العجين، كنخليوه شي كيولي سائل، يعني كنبقاو نخلطو كتعطينا بحال العجين. بسم الله، كنضيفو بشويه بشويه باش ما يجيناش جاري. كما كتشوف تعطينا بحال العجين، كما كتشوف من بعد ملي كنحصلوا على هاد السائل ها هو كما كتشوفوا اللي ثقيل بزاف بحال العجين. ديروا شويه د الحليب حيت دغيا كيندمج هو وياه، حيت الا كثرتوا من الحليب يعطيكم يجي جاري بزاف وما غاديش يشد لكم في البشره ديالكم، يعني يبقى يهبط. كما كتشوفوا من بعد ما عطانا هذا الشكل بحال العجين كما كتشوفوا في الفيديو، كنضيفوا المكون الثالث اللي هو زيت الروسا موسكيطا اللي ديما كنهضر لكم عليه في الفيديوهات ديالي، واللي زوين بزاف على البشره وكيحيد لي طاش من الوجه، يعني اثر الا كانت شي حبوبه كانت عندك في وجهك ولعبتي فيها وخلاتك الطاشة ولا شي حرقة ولا شي حاجة، يعني الا داومتي يعني راه رائع جدا. غنديرو منه واحد شوية تا هو معلقة صغيرة، تمن معلقة صغيرة، لأنه رائع بزاف، متصوروش الفوائد ديالو. دخلو ديرو في جوجل كتبو زيت الروسا موسكيطا وتشوفو الفوائد اللي عندها، يعني هائلة بزاف. المهم كندمجو المكونات ديالنا هكا مزيان، من بعد كنزيدو شويه د زيت الجوجوبا، حتى هو عنده بزاف المنافع على البشره، حتى هو كنديرو واحد جوج نقيطات منه قسطا. الا ما كانش متوفر عندكم هاد الزيوت هادو تقدروا تكتفيو بشي زيت البشره عندكم في الدار، يعني ماشي بالضروره يكونوا هاد الزيوت، تقدروا ديروا اللي عندكم شي زيت كامل فين كديروا في البشره ديالكم، يعني كيجي لكم مع البشره ديالكم تقدروا ديروه، ماشي بالضبط يكون عندكم هاد الزيوت. كندمجوا هاد المكونات ديالنا، وانتم معايا حتى نديروا في البشره ديالي باش تشوفوا النتيجه. وكنتمنى ان عجبكم الفيديو، ما تبخلوش عليا بلي لايك ولي كومونتير زوينه ديالكم، وبارطاجوا الفيديو مع العائله والاصدقاء ديالكم. كما كتشوفوا كناخذوا لابون ضروري باش نجمعوا الشعر ديالنا باش ما يقاش لينا. المهم بعد ما درنا الباندا ديالنا باش ما يتقاش لينا شعرنا، كنبداو نابليكيو الماسك ديالنا على البشره بهذا الطريقه.
ما تصوروش شحال الفوائد عند هذا الماسك هذا، وكيعطي واحد النضاره للبشره وكينقيها بزاف، كيعطي واحد النعومه، وكيساعد حتى هذا الماسك هذا المقشر هذا على ازاله الرؤوس السوداء. المهم من بعد ما ابليكينا الماسك ديالنا على الوجه، كنتسناو عليه حتى يبس باش كندير له التقشير، كيحيد لي بوان نواغ من الوجه، وتا داك الدهون اللي كتكون في الوجه كتحيد. ما تصوروش شحال رائع. المهم انتوما معايا حتى تشوفوا الفيديو من الواحد حتى الاخر، وتشوفوا لا ريزولتا ديال هاد الماسك هذا. المهم نخليه واحد 10 دقائق ولا 15 دقيقة، المهم على حساب البشرة، كل بشرة كي كيشربها كي اللي كيبقى 15 دقيقة، كي اللي كيبقى 10 دقائق. المهم غنتسنى واحد كما قلت لكم 15 دقيقة ولا 10 دقائق بيد ما ينشف لينا الماسك ديالنا، وانا معكم تنوريكم النتيجة الأخيرة، بقاو معايا. المهم حبابي كما كتشوفوا الكريمة ديالنا راها نشف كما كتشوفوا، كيولي كيتحترب. المهم بعد ما نشف لينا الماسك ديالنا نبداو بطريقه دائريه، كنفركو الماسك ديالنا هكا في الوجه مزيان، كنبقى على الطريقه هاي. والالف كنديرو على الطريقه هذه باش كيحيد لنا دوك لي بوان نوار اللي كيكونوا في الوجه، وهاد الوجنتين كندير لهم طريقه دائريه كما كتشوفوا. ملي كنديروا فيه الزيوت كيساعدونا على حيت كما كتعرفوا كينشف الحليب والجاف والحليب السائل كينشفوا، ملي كنكونوا ملي كنديروا مع دوك الزيوت كيساعدونا على اننا على التقشير كما كتشوفوا. والجبهه على هذه الطريقه، يعني كل جهه عندها الطريقه ديال التقشير ديالها، الجبهه كتكون على هذه الطريقه، الوجنتين طريقه دائريه، والانف على هذه الطريقه كما كتشوفوا. ها هو البرودوي كما كتشوفوا، ها انتم ها في يدي شتي على الطريقه حتى كنساليو كتلاحظوا ان الوجه كيتقشر منو دوك هادوك الاوساخ ودوك الدهون اللي كيكونوا فيه كما كتشوفوا لهاد الطريقه هاي. كنبقاو هكا حتى كنساليو، ومن بعد كنحسو بالوجه، يعني فركناه مزيان كناخذو واحد الاسفنجه، حاولوا ما يكون فاتر ما يكونش الماء سخون، وكنبداو نمسحو بهذه الطريقه الوجه ديالنا. نتوما كما كتشوفوا شوفوا النتيجه، نتيجه مبهره، يعني كتعطي واحد النضاره للوجه، واحد النضاره، واحد البيوضه زعما رائعه جدا. يعني هذا من الاستعمال الاول، يعني الا استعملتيه جوج مرات في السيمانه راه يعطيكم نتيجه اكثر من هكا. يمكن نواصلو كنغسلو وجهنا مزيان، بهذه الطريقه كنبقاو نمسحو. نتوما لاحظوا الوجه كي كيولي، لاحظوا على بياض كيعطينا. المهم كملوا حتى الاخير، من بعد ملي كنساليو كنمسحو وجهنا مزيان كما قلت لكم. كناخذوا البابيل، ما كنمسحوش وجهنا بالفوطه حيت الفوطه كتاذي الوجه كتكون حشره. كناخذوا البابيل بحال هاد الطريقه، كنبقاو نشطو وجهنا شويه بشويه بهذه الطريقه كما كتشوفوا. يعني بانت النتيجه، النتيجه بانت
كما كتشوف. المهم اخر مرحله كناخذ شويه ديال الكريم، الكريم ديال الوجه، اي كريم اي كريم عندكم ديال الوجه، وكنابليكيوها في وجهنا مزيان على الطريقه هذه. وكاينين واحد الصميمات دابا ولاو كيدير بهم مساج للوجه، عندهم واحد الفعاليه بزاف على الوجه، وكيحيدوا هاد لي سيغل اللي كيكونوا تحت العينين، الهالات السوداء اللي كيكونوا تحت العينين، هما هاد الحجيرات خاصين بالمساج. هما كما كتشوفوا يعني هاد لابارتي، هاد لابارتي هادي كنخدموا بها الحناك بحال الطريقه هادي كما كتشوفوا، بحال هكا كنجبدوا بها الحناك مزيان، كنطلعوا كنديروا بهاد الحركه هكا، وهاد لابارتي هادي تحت لي سيغن يعني هما كيكونوا باردين، كنكونوا دايرينهم في الثلاجه باش ملي كنخدموا بهم الوجه من مور اي ماسك درناه في وجهنا بحال هكا بهاد الطريقه هادي. هانتوما لاحظوا على نظارك هاد الماسك كيعطي الوجه، ومن بعد ملي كنديروا الماساج بهاد الصميمات يعني ما نقول لكمش رائعين جدا، كتحسي بواحد الراحة في البشرة ديالك. وكما كتشوفوا احبابي هالنتيجة انا شاركتها معكم، يعني اي حاجة راه كنديرها في وجهي، يعني ماشي هي كنجي كنعطيكم البرودوي، يعني اي حاجة درتها راه كنجربها في وجهي عاد كنشاركها معكم. ونتمنى يعجبكم هاد لا فيديو وتجربوا هاد الوصفة في المنزل ديالكم، وان شاء الله نتلاقاو في فيديو جديد. وما تنساوش لعجبكم الفيديو ديروا لايكات وشي كومونتيرات زوينين، واللي اول مره كيشوف هذا الفيديو تابونا معايا في القناه ويفعل الجرس باش يوصلكم كل جديد، وبارطاجيو الفيديو مع العائله والاصدقاء، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر، وتهلاو لي فراسكم. اديوس.